مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. احنا مع هذا الراجل المسكين اللي كبير في السن وما لقاش خدمه، ما لقاش اللي يصرف عليه، ودار كريريصايه صغيره فيها غير شويه ليمون شويه البنان شويه تفاح. كيتمنى من المحسنين انهم يساعدوه. غادي يحكي لنا اليوم المعاناه ديالو مع الزمان وهذا القهره اللي كيعيش. مرحبا بك با. اولا بارك الله وفيك، الله يحفظك ويبارك فيك. واخا شحال في عمرك؟ انا عندي 65 عام. 65 عام، تبارك الله ما شاء الله. شنو المعاناه ديالك؟ المعاناه ديالي دابا الوليدات كبروا يتجوزوا، كل يوم اللي يتجوزوا اللي يتجوزوا كيخرج، خلاو لي وحيد دابا انا جدا من المارشي ما ناكلهاش. عندك المرا؟ باقا عندك المرا؟ باقا عندي المرا. انت وياها؟ كي كدير تعيش؟ يعني ما كيصرف عليك حتى حد؟ ما كي الحمد لله ما كاين كيصرف عليك، ما كاين كيصرف عليك، ما كاين كيصرف عليك. المهم يلاه مكافين مع الوليدات ديالهم. قرب ميكرو با عندك. يلاه مكافين مع الوليدات ديالهم. دابا كارين، كاين كريم 30، كاين اللي كاري عنده واحد تريتا، عنده تريتا كيخلص فيها، يقول لك هي غادي تقطع لي ما بين تريتا وداك غادي تخلص فيها 40000، هو ما كيصورش داك الشيء. باش غتطمع فيه تقول لي اعطيني؟ انا كاين ما نكذبوش عليك، يقول لك راه كاين كاين كاين، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله. ولاد دابا في هذا الوقت دابا ما بقاش غادي، فهمتي؟ ولاد دابا في هذا الوقت ما بقاش تعاون عليه، اللي ما عندوش شي خدمه زوينه كيربح واحد شويه ديال الثمن، ما تبقاش معول عليه. العار يعني يتمنى على راسو. دابا ملي يولي عندو الوليدات انت غتقول ليه تعاطيني تتمرك تعطيه، تقول ليه عطيني ما تتمرك بالله. وين الحمد لله والشكر لله. الحياة قاسية، قهرك الزمان. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ضروري لا شيء ضروري. عندي دابا التريتا، دابا عندي دابا الدار محسوبة في اسم واحد الدري ولدي، ولكن الدري ولدي خرج ودابا خلا والدي انا في خلا والدي التريتا كنحلطها لراسي. اه شحال كتخلص؟ انا اللي كنخلصها وفي الاسم ديال الدري. هذه راه اليوم هذا العام 14 عام وانا كنخلص فيها. صعيبه. وانا كنخلص فيها. واش غنقول لك، دايرين لي 1000 درهم كنخلص ما بين الضو وما بين داك الشيء 1300 ولا 25 ريال باش نخلص. وكان الا ما جيت من المارشي ما ناكلهاش. يعني انت شنو كتبيع هنا؟ غير الليمون والبنان؟ صافي هذه هي الحاجه ديالي، هي هذه من اول الزمن. كتمشي للمارشي يعني واخا قلال الصحه. والحمد لله. واش غدير؟ تنوض بز منك تنوض. عيت يا بايا. شكون اللي غادي باقي غادي يدير لي؟ 65 عام راه ماشي سهله. فهمتي؟ هما اليوم دابا 40 عام و 50 عام راه وقفوا. وهذا بنادم كيكون عنده 65 سنه. فبنادم راه البركه ديال الله تبارك وتعالى. هي اللي هدانا الحمد لله والشكر لله في الوالدي. ورجعت لوالدي الحمد لله. الحمد لله. شنو كتمنى اليوم ابا من قلبك؟ نعم. شنو كتمنى من قلبك اليوم؟ ونتمنى وليدي الله يبنيتي، الله يصوب الجميع. الله يصوب الجميع، دابا بنادم بنادم محن. كتفيق الصباح انت اللي كتمشي للمارشي تقدم؟ معلوم. عاود لي كيفاش كدير تفيق؟ كنمشي دابا كانت عندي واحد تريبورتور كنمشي نهد عليه السلعه ونجي. تريبورتور؟ دابا داك التريبورتور كثر ليا ما لقيتو حطيتو. انت اللي كنتي كتسوقو؟ انا كنت كنسوق، كثر ليا ما لقيت باش نصايبو حطيتو. دابا وليت كنمشي دابا للسوق، كنمشي مره في السيمانه، مرتين كاع على جهات مرتين في السيمانه، كنجيب ديك البركه كنريع عليها هنا كندير ثاني وكنمشي. وهذا هي حياتي الحمد لله والشكر لله. فإلى الحمد لله. وكي درتي مع كورونا فهاد كورونا؟ الحمد لله عطاونا الدعم والحمد لله. عاش الملك، عاش الملك، الملك الحمد لله تبرع علينا بهذيك البركه. والحمد لله كاينين حتى الحباب حتى هما، كاينين الناس اللي تعاونوا معنا والله يجازيهم بخير، الله يجازيهم. كتمنى شي حجه شي عمره؟ ان شاء الله الرحمن الرحيم، ما كرهناش. شكون اللي كره هذاك المقام؟ هذاك المقام راه ما كيكرهو حتى شي واحد، لا اللي هو مؤمن راه ما يكرهش هذاك المقام. هذاك المقام راه محبوب عند الله تبارك وتعالى. هو قال لك من دار من دخل هذا البيت كان امنا. ونطلب الله تبارك وتعالى لنا وللمسلمين اجمعين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم وللمسلمين اجمعين. وشكرا عليكم يا ربي. والسلام عليكم. واخا با قول لي رقم التليفون ديالك قبل. رقم التليفون ديالي راه كاين عندك. شحال؟ 06 06 10 اييه 61 61 98 93 06 10 61 اها 98 98 94 94 اذا مشاهدينا هذا هو الرقم ديال با الحاج اللي بغى يتصل بيه ويساعدو لان محتاج المساعده.
يعني حتى الخدمه ولات صعيبه عليه باش التريبورتور خسر ليه وكيمشي في الصباح بكري للمارشي، وكنعرفوا ان المارشي خصك تنوض معاه 5 ولا 4 الصباح تمشي تقدا وتجيب وانتم مسكينه الطبله ديالو، يعني غير شويه ديال الديسير كيقدر يبيعو باش يوفر القوت اليومي ديالو والزوجه ديالو. الله يحفظها ليه، والله يعطيك صحيحتك ابا، ونشوفك ديما على خير، يعني قلبك زوين ومقبول عند الله عز وجل. الحمد لله، الله يحفظك وينجيك. الله يجازيك بخير. اللهم امين. برقم التليفون ديال الحاج هو 010 61 98 94. نتمنى لكم تاتوا شي حاجه تاتوا معنا يا ربي امين. شوف كاع جميع ان شاء الله شوف الحج ان شاء الله يا ربي امين. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعه، شكرا لكم. شكرا.